راسل الطيران المدني السعودي وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتنظيم العمرة أول أمس يبلغون بأن رحلة العمرة مجمدة إلى غاية 13 مارس فقط. وأكد الطيران المدني السعودي بأن رحلة العمرة مجمدة إلى غاية 13 مارس الجاري، وذلك لمدة 14 يوم من بداية التجميد، وذلك بالنسبة للرحلات التي تم اقتطاع تذاكرها وأصبحت رحلات مؤكدة. وفرضت السلطات السعودية بذلك على المعتمرين ما يشبه الحجز الصحي للتأكد من سلامة كل زائر لبيت الله الحرام. وجاء في المراسلة التي تحمل الطابع السري للطيران المدني السعودي الموجه للوكالات السياحية أن السلطات السعودية قررت إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات، وذلك للرحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية، حيث سيتم السماح بمباشرة رحلات العمرة انطلاقا من يوم 13 مارس الجاري في حال عدم صدور قرار جديد بتمديد المهلة، وذلك بالنسبة للرحلات التي كانت مقررة يوم 26 فبراير الماضي. وتهدف السلطات السعودية بناء على هذه التعليمة إلى التأكد من عدم إصابة أي وافد على المملكة بفيروس كورونا، خاصة أولئك الذين زاروا إحدى الدول التي ينتشر فيها الفيروس خلال فترة 14 يوما الخاضعة لتعليق الرحلات، حيث بلغ عدد البلدان التي حددتها السعودية في التعليم ب 25 دولة. في سياق ذي صلة، مكنت سلطات المملكة أيضا وكالات السياحة والأسفار من حق تعويض مستحقات التأشيرات التي تعتبر ملغاة منذ تاريخ تعليق الرحلات، ووجب تغييرها بعد مباشرة الرحلات يوم 13 مارس الجاري، خاصة وأن أغلب الحجوزات تتم عبر المنصة الإلكترونية، ما يجعل حقوق الوكالات في التعويض مضمونة. أبدى أصحاب الوكالات السياحية تخوفهم من ارتفاع أسعار الرحلات، وهو ما سيترتب عليه دفع تكاليف إضافية على عاتق الوكالات، على اعتبار أن المعتمر تم الاتفاق معه على أساس سعر محدد، وما حدث من تأخر خارج عن نطاقه وليس من الصح إقناعه بأن تكاليف الرحلة ارتفعت بسبب تذكرة الطائرة أو رفع قيمة الإيجار في المملكة لقرب شهر رمضان.